أصيب مدني بجروح خطيرة جراء تعرض الانفجار لغم أرضي من مخلفات ميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الجوف، وذكرت مصادر محلية بأن لغمًا أرضيًا من مخلفات الميليشيات انفجر بمواطن أثناء مروره في الطريق العام بمنطقة الحذاء جنوب غرب مجرية المصلوب، مشيرة إلى أن المواطن تعرض لإصابة بليغة جراء الانفجار الذي تسبب ببتر بعض أطرافه.